فاروق مدني رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة دار بيداستات تنفيذا لبرنامج عمل الغرفة في شقه المتعلق بالمعارض. تنظم الغرفة معرضا من مدينة برشيد للصناعة التقليدية في الفترة ما بين 5 و14 خلال هذا الشهر. تقريبا كاين 60 عارض. المشاركون هم جمعيات وتعاونيات وصناع فرادى، وأغلبية صناع جمعيات وتعاونيات. كاين بعض الصناع خارج الجهة في إطار اتفاقية الذي تبرم بين وبين بعض الغرف، كنصيفطوا لهم صانع وما كيصيفطوا لنا صانع في أي معرض كيفما كان، يعملوا معهم هنا في المعارض وكيوصلوا عندهم حتى المحل، يعني المعارض كيعطيهم واحد مدخول إضافي آخر، والتسويق كيسوقوا هنا بطريقة مشرفة بدون وسيط. احنا كغرفة كنقوموا بعدة معارض ومنفتحة على جميع الأقاليم ديالها. قمنا معرض مدينة سطات، بن حماد، بن رشيد، بن سليمان، وإن شاء الله في الشهر المقبل سيكون مدينة الجديدة. معكم خديجة رحيم، رئيسة تعاونية رحيم العقلي للأزياء والديكور، ممثلة مدينة المحمدية. من بن سليمان نحط الريحة لمدينة برشيد في معرض صناعة تقليدية. شاكرين لغرفة الصناعة التقليدية على المجهود ديالها وعلى حسن التنظيم ديالها، وعلى أنها تحت لنا الفرصة أننا نشاركوا في معرض الصناعة التقليدية ونتعرفوا على الزبائن ديالنا في مدينة برشيد. الشكر أيضا لكل الزبائن اللي زارونا من مدن أخرى. شكر الساكنة ديال مدينة برشيد على حسن الاستقبال ديالهم وعلى الاهتمام ديالهم بالمنتوج ديالنا، واللي كان لنا حسن الشرف أننا نعرفوهم بالمنتوج ديالنا اللي هو في متناول الجميع، واللي هو عبارة عن لباس محجبات اللي كان تحت الطلب الفئه اللي طلبته لينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كان لنا الشرف اليوم اننا نعرفوا بالمنتوج ديالنا. بالنسبه للتنظيم ديال المعرض كان في المستوى. شكرا لاسره الصناعه التقليديه الصاهره على تنظيم المعرض. انا جيت من ارفود، كندير في سميه عيسي محمد، صانع تقليدي فردي. حنا كنصوبوا هذا المنتوج ديال الصحراء، منه القندوره، منو القندوره ديال الشلوح، منو هاد السروال القندريسي، وكنصوبو مثلا بحال هاد لي كغومادير، هاد الجمال كنصوبو هاد الصحراء، هاد الملابس ديال الصحراء، حيت حنا عندنا السخونيه كتوصل حتى ل 50 درجة، كيلبس منهم هادوك الملابس باش كيكون بنادم مبرد. وشكرا لكم. أنا خصميتي خديجة، عدد التعاونية دار الحناوي للأزياء، ونشاركوا في المعارض، والمعارض الحمد لله يدوزوا زوينين وفيهم الاقبال، ويتعاونوا معنا اصحاب الغرفه ودايرين معنا اي معرض يعيطوا لنا فيه، وداك الشيء يدوز زوين. ونشكروا محمد السادس، والله يطول له في العمر، والله يجعل سيدي ربي يشافيه ويجيب له الشفاء والعافيه. السلام عليكم، ناديه مقدم، رئيسه تعاونيه اصاله الزي المغربي. احنا في معرض نظمته غرفه الصناعه. هذا واحد المجال مزيان للتعاونيات باش يخرجوا المنتوج ديالهم. الحمد لله كان التنظيم في المستوى، كاين رجال الامن، كاين كل شيء منظم مزيان الحمد لله. الله يعاون.